كابتن ايمن فتحي بطل مصر والعالم في لعبه الكونغ فو، مبروك التكريم النهارده من الجمعيه المصريه لرعايه النشء والرياضيين. شايف التكريم ده بيمثل لك ازاي؟ وعايزين نعرف خطواتك في المرحله المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بشكر حضرتك استاذ خالد ان انت دايما بتكون معانا في الاوقات الكويسه والاوقات الحلوه اللي زي دي. طبعا انا سعيد جدا بتكريم النهارده، تكريم الجمعيه المصريه لرعايه النشء والرياضيين برئاسه الدكتور علاء عبد الغني رئيس الاكاديميه الرياضيه لكره القدم بالنادي الرياضي. الحمد لله يعني مش اول مره الدكتور علاء يكرمنا، مش اول مره يهتم بينا، مش اول مره يهتم بالرياضيين. بحب اشكر برضو الدكتور ناصر السويفي دكتور كليه التربيه الرياضيه جامعه المنيا، رئيس نقابه المهن الرياضيه، وطبعا الدكتور بتاعي اللي بفتخر بيه ان هو دايما ان هو درس لي. الحمد لله رب العالمين على التكريم. يعني بالنسبه لخطواتك واستعداداتك للمرحله المقبله والبطولات اللي انت هتشارك فيها، بالنسبه لخطتي اللي جايه ان شاء الله في الكونغ فو، احنا لسه راجعين من بطوله التضامن الاسلامي، من دوره العاب التضامن الاسلامي. الحمد لله ربنا كرمني وقدرت احقق المركز الثاني في الدوره، وقدرت اكون ان انا الحمد لله بفضل ربنا اجعل الترتيب العام لمصر المركز السادس، فرق الميداليه بتاعتي الحمد لله. ان شاء الله بنستعد لبطوله افريقيا في بنين للرجال، بعدها هيكون عندنا لقاء مصر والصين، هيكون هنا مقام في الصين، ونتمنى ان هيكون هنا في القاهره سوري. نتمنى ان الاعلاميين وحضرتك استاذ خالد تكون معانا بتغطي الحدث ده، ان هو حدث مش سهل، اول مره يحصل، اول مره منتخب روسيا يجي القاهره علشان يعمل لقاء مع منتخب مصر. ان شاء الله هتكون مؤهله لبطوله العالم اللي بتقام في روسيا ان شاء الله في شهر 9 المقبل باذن الله.